جملات يلي ما بعرف اذا اكيد تبعت امبارح من عين التينه، هنأ الرئيس بري وقال واخيرا فينا نهني الرئيس نبيه بري بانجاز الترسيم بعد 9 سنوات، وكانه بحسب المصادر عم يتجاهل عن قصد دور رئيس الجمهوريه والموقف اللبناني الرسمي اللي كان موحد بالترسيم. هيك هيك عم نحكي، لمين يعود الفضل بالترسيم؟ اول شيء بما يتعلق باستاذ وليد جنبلاط لا تعليق، ما عندي تعليق على الموضوع. ليه ما عندي تعليق على الموضوع؟ بتوافقوا بالمواقف اللي كانت؟ لا 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 ما قلت هيك ابدا، انا قلت ما عندي تعليق. اما الفضل لمين بيرجع، واضح الفضل لمين بيرجع، واضح مين كان عم بيقوم بهالمهمه يعني. وهون كمان لابد من توجيه، طبعا بتوجيهات فخامة الرئيس، ولكن لابد من توجيه يعني حقيقة شكر لدولة الرئيس ياس أبو صعب يلي هو يعني بهالموضوع أكل وشرب ونوم وكان على مدى أشهر يعني لقدرنا وصلنا للي وصلوا. هلأ بده يوجه أنظار الناس إلى مطرح آخر حر، ولكن بالواقع العهد له اليد الاساسيه في الوصول الى هيدا. بتعرفي انت في عده امور انعمل لها بلوكاج، اكيد لا شك في دور للرئيس بري كمان الاتفاق الاطاري. طبعا طبعا اللي طبعا انا وقت عم بحكي عن العهد، لا اعني بالعهد بس فخامه الرئيس، دوله الرئيس ودوله الرئيس لهم دور، مش دور جديد. خلينا نكون واقعيين يعني، نحن ما كنا قدرنا وصلنا لهون لو ما كان في فلكسبيليتي يعني إذا بدك من كل الجهات، على مش بس بآخر شهرين يعني. نعم. وحتى المقاومة لو بهالموضوع كمان ما كانوا واقعيين كان ممكن أنه ما نوصل. فبالحر هلأ إذا بدنا نفوت نحن بالمبدأ إذا كان هيدا الاتفاق لصالح لبنان أو مش لصالح لبنان، أنا جوابي على هيدا الموضوع بدك يضل في لبنانيين بلبنان لا يبقى حدا عم بيطالب بالحقوق اللبنانية. إذا ضلينا ماشيين هيك، أنت بتعرفي نسبة الاغتراب شو هي اليوم، وهيدا مرشح أنه يزيد أكتر وأكتر. فبالتالي إذا بدك مقاومة بدك يضل في رجال تقاوم، رجال ونساء طبعا يقاوموا. بس هالترسيم يا استاذ فادي، ما كل كبار وصغار ناطرين كانوا هالترسيم، انه خلينا نخلص بقى، بركه بينعكس بالسنوات المقبله إجابة على لبنان اقتصاديا. الترسيم كيف ممكن ينعكس ايجابا، وشو اللي لازم ينعمل لحتى لبنان يستفيد من هالثروه النفطيه وما تروح هيك يلا انه مثل محاصصه او يصير فيها كمان هدر وفساد، لانه في كثير دول عندها ثروه نفطيه وما قدرت استفادت منها وبعدها تحت خط الفقر بنسبه كبيره. السؤال مهم جدا، وجوابي الاساس على هذا الموضوع انه العالم صارت يعني تستتقلي دمي قد ما بحكي بموضوع الشفافية. أنا بقول لك شغلة، إذا ما في شفافية مطلقة أفضل لنشيل غاز لأنه بده ينسرق. خلينا نكون واضحين وواقعيين، وعنا 30 سنة أقله 30 سنة من الذكريات المؤلمة جدا، وبنقدر نقول ليش هلأ أنت برأيك الفساد اليوم أقل مما كان عليه قبل الانهيار؟ الفساد اليوم أكثر مما كان عليه قبل الانهيار ومستمر موضوع الفساد. فبالتالي إذا ما قدرنا وإذا يعني ما اتخذ موضوع الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة كأساس، أنا برأيي ما لازم نسعى لأي مدخول، والأهم ما لازم نتدين ولا قرش. مثل ما راكب التركيبة هلأ ممكن انه يلي بدنا نتدينهم ينسرق قسم كبير منهم، ودخل الغاز والنفط في حال وجد كمان رح بتم سرقته، لانه نحن بلد حتى يعني بنبلش اهم شيء قبل ما نحكي باي شيء تاني، القضاء. القضاء مريض، والمرض اليوم عند القضاء بعد حتى ما في تعريف واضح لعلاج هذا المرض. ما انا ما سمعت شيء انعني بعد انه في معالجه، والمعالجه يعني حتما ستصل بنا الى نتيجه. تتطلب شو المعالجه؟ هلا فتنا بعض بالقضاء والترسيم. ما بعرف. لا مش من اختصاصي بالموضوع كيف بدنا نصلح القضاء، بس عم نقول القضاء مريض. هيدا يعني بدك شخص
ملم بالقانون وبتجارب عدة دول بالعالم لنقدر نوصل إلى قضاء فعال. اليوم ما في قضاء فعال بالرغم أنه في عدة قضاة، يعني هيدا نظرة خطأ أنه كل قضاة لبنان بينشروا وبينبيعوا، هيدا مش صحيح. في عنا بعض القضاة في لبنان شريفين دون أدنى شك، ولكن كل التركيب بدأ إعادة نظر. هيدي قبل ما نعمل أي شيء تاني، وقبل ما نبلش نتدين، أو قبل ما نبلش نقبض، وقبل الصندوق السيادي. الصندوق السيادي ركبي لي صندوق السيادي وكيف أول شيء هيك بنظرة سريعة، إنشاء هذا الصندوق السيادي مهم، طب من يشرف على هذا الصندوق السيادي؟ تماما. هون الأسئلة اللي ومن سينتخب أو سيعين الرئيس ونائب الرئيس، ورح تطلع تركيبة مركبة من المنظومة اللي 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 موجودة هلا، وهيدي المنظومة نحن بنعرف في تجارب لألنا ولغيرنا إنه إذا ما كان الشيء 100% على ذوقه بتخربوا. يعني ليش بدنا نعقد الأمور كتير؟ شوفي كل هالمنظومة متفقة، مثلا متفقت انه نحنا ما بدنا ننجح العهد، وهذا الشيء واضح الى العيان، بيقدروا كل العالم يشوفوه. فبالتالي نحنا في اصلاحات اذا ما انعملت، اي دين زيادة او اي دخل من النفط وغير النفط للأسف ممكن انه تصير في مثل ما صار ب 30 سنة الأخيرة، ونحن بنعرف حجم الفساد ب 30 سنة. يعني لا تتأمل خيرا اقتصاديا بلبنان بموضوع الترسيم؟ بلى أتأمل بالطبع، يعني آخرة النهار بده يصير في دخل، نحن بأشد الحاجة إليه. ولكن أنا اللي عم أقوله بدنا نجرب نلاقي طريقة بدل ما ينسرق 50% منه مثل ما صار بعدة مشاريع بالسابق، ولأنه لقي طريقة ينسرق أهل شوي يعني، ويكون هذا الموضوع. شوفي كل هودي الرقابة والأجهزة الرقابية والقضاء، أنت بتعرفي كمان فشلوا فشل زريع بمنع الفساد. من هون عم نقول أنه بده يكون في شفافية مطلقة، مش أنك تحت الطلب، يعني مش أنا بدي روح أطلب إذا بتريدوا قولوا لي كل قرش فات أو كل قرش دار من الصندوق السيادي. الصندوق السيادي بده يكون عنده صفحة، وهي الصفحة كل قرش فات وكل قرش دار وسبب دهرته لوين دار بده يكون واضحة، يعني وضوح الشمس، وما حدا يقدر بحدا على أمل بانتظار، لأنه كل الأمال اليوم هي على الترسيم. يعني ما عاد في شيء إلا الترسيم اللي هو تتأمل فيه خيرا للبنان. اليوم الكابيتال كنترول عم ينبحث بمجلس النواب بجلسة للجان، وهلأ للإشارة بس أنه رئيس بري حدد الخميس المقبل جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بحكي فيها بآخر الحلقة. عم بقول كل خميس هو رئيس بري، كل خميس إذا مش تلاتة الخميس على إذا مش تنين الخميس على كل حال. يا هلا بالخميس اشتقتوا لي يا هلا بالخميس. في اليوم طوق لسعد الحريري على الساحة السنية، بحس هيك بتحس هيك يعني بقطع النظر عن كان عنده أصدقاء أو كان عنده ناس بيحبوا ناس ما بيحبوا، ولكن كان السنة يعني عنده شعور أنه في جبل سني مهدى الأوضاع ومحصل الحقوق. طبعا أنا ضد فكرة حقوق الطوائف مثل ما بتعرفي يعني، بس ولكن بشعر أنا أنه شعرين بفراغ.